بعد أسابيع قليلة فقط من وضعها لمولودتها الأولى، اختارت الفنانة لطيفة رأفت البالغة من العمر 54 سنة الاحتفال بعقيقة ابنتها الماس، الشيء اللي دفع بالعديد من النشطاء إلى التفاعل بكثافة، بحيث سأل العديد منهم عن السر وراء غياب زوج صاحبة أغنية خي، في حين استفسر آخرون عن هوية الزوج وعن جنسيتها. العديد من الفيسبوكيين أشاروا إلى أن زوج لطيفة رأفت قد يكون رجل أعمال خليجي، في حين شدد آخرون على أن الفنانة عليها حسم هذا الجدل والكشف عن هوية الزوج والد طفلتها الماس والتي وضعتها بعد سنوات طويلة من الانتظار. ومن جهة أخرى حاول البعض التطرق إلى الطريقة اللي تم من المحتمل أن تكون لطيفة رأفت قد استعانت بها من أجل تحقيق حلم الأمومة، موضحين بأن هناك طريقة طبية كتمثل في زرع البويضة والتلقيح، وهو ما يمكن المرأة بالرغم من بلوغها سن اليأس حمل جنين بأحشائها، بناء على قيام نساء تجاوزن سن 50 وحتى 60 بوضع مواليد بعد عملية زرع البويضة والتلقيح.